انت بتجد مثلا في مشكلة في اجتماعية، مشكلة سياسية، انت بتقوم بتعالجها بالكاريكاتير ده عشان توصلها لأغلب الناس. في ناس بيقولوا انه هو هبوط ناعم، بالذات في مجال السياسة، بيستطيع انه يتقبل الطرف الآخر او السياسي او الموجه له الرسالة بصيغة من يعني بنفس الطريقة بتاعت الهبوط الناعم، بأنها هي بنعومة بتقدر توصل رسالتك من غير ما تدين نفسك فيها. هم شوفي، انا ده اقول لك حاجه، هم طبعا السياسيين دي اصل الكاريكاتير ده ما صاحبهم، ايوه، لانه طبعا انت لما تنتقده هم صحيح. طبعا بيفتكروا ان هم فوق النقد، هم فوق النقد، كمان تيجي تعمل له صوره كرتونيه وهنا يعني ما بيقبلها. بحس بها استخفاف. ايوه، هو انا بفتكر انه الزول الديمقراطي الحقيقي في بلدنا دي كان الله يرحمه الصادق المهدي، وأنا من الشخصيات اللي بيحترمها شديد واشتغلت كثير في أيام الديمقراطية. بالإضافة للسياسيين برضو أستاذ هاشم، نحن عندنا نجوم مجتمع وفنانين وكثير من القضايا في مجالات المختلفة. أستاذ هاشم كان عنده علاقات وطيدة معهم، سواء كان في السودان أو حتى في العالم العربي باعتبار المساحات والبلاد الكثيرة اللي أنت اشتغلت فيها، الخليج والسعودية وغيرها. كلمنا عن التجربة دي بصورة عامة. التجربة البر يعني، تجربة برا السودان. والله أنا أول من مشيت، هي الغريبة سبحان الله، أنا حياتي كلها مربوطة بالصدف. يعني سبحان الله أنا أساسا ما عملت حاجة كده، يعني مشيت غننتها ولا ظبطتها على أساس إنه أصل للهدف المعين، دايما بتيجي الصدف. وهو من الحياة الصدفة ذاتها، أنا كان قابلت، اتذكر كان واحد معانا اسمه ابراهيم، صديقه سعودي، اتقابلوا في امريكا، كانت امريكا طبعا بتجيب من اي بلد صحفي يعني عشان يوريهم مثلا السياحه في امريكا كده. فمن الصدف انه قابل السعودي دي، والزول ده ابراهيم ده كان معانا في جريده الصحافه، فقال لي يا اخي انا جاي نضيف كده في فندق صحاري من السعوديه، نمشي تمشي معي تزور؟ قلت له كويس، ما في مشكله نمشي. والغريب انا كنت شايل معي كتاب بتاع اول كتاب بتاع كاريكاتير، نعم، انطبع يعني، طبعا كان متواضع شويه يعني لانه اشتغلناه حتى في ورق بتاع جرايد، المهم شايله معايا. ومشينا طلعنا في فندق هنا، ده لقينا الزول ده سلم علينا وبيقول لي يا اخي شايله ده شنو؟ قلت له ده كتاب كاريكاتيري كده، يتفرج فيه ويضحك. قال لي ترى هذا برضه ينفعني هناك يعني في السعوديه. قلت له ان شاء الله يعني ما في، حسب الظروف. الزمن ده انت ما بتكون ذاته مفكر انك تمشي السعوديه ولا مفكر، يعني وضعك كان كويس. المهم جات عن طريق الصدفة البحث يعني. جات عن طريق الصدفة. أنا مشيت عمرة عادي، وقاموا ادوني عنوان الزول دي، ذكر كان محمد الحسن أحمد رئيس تحرير جريدة الصحافة أيام نميري. فاتصلت عليه، جاني في البيت اللي أنا نزلت فيه، وقريب ناس محمد الحسن أحمد ده. قال لي تعال، ايه رايك انا ركبت معاه في العربيه وماشيين لغايه ما مشينا مبنى في طريق مكه كيلو 5 وطلعنا فوق وجنبته. الشخصيه ده رئيس تحرير جريده المدينه، اتعين قبل 3 يوم. الحظ خادمك يا استاذ هاشم. يعني حاجات ذاتها غريبة شديد. جميل. الاختلافات اللي لقيتها ما بين يعني مجتمعات مختلفة، مجتمع الخليج والعربي مجتمع مختلف عن الشعب السوداني، ممكن يكون أكثر جدية في شغله، ممكن يكون أكثر عملية منطقيا، هم ممكن يكونوا أكثر مننا. إحنا شعب بنحب الفكاهة وبنلقاها في كل تفاصيل يومنا. شنو الاختلافات والتشابه اللي لقيتك في مجال الكاريكاتير بين الدول المختلفة؟ هو شوف الاختلاف إنك أنت أساسا ما بتقدر تعبر عن مجتمع مع مجتمعك. يعني حتى المصطلحات، حتى في البيت السعودي المصطلحات في الشارع
اللهجة، نظام الحياة يختلف. فأنا لما جيت من السودان أنا مشبع بالروح السودانية، مشبع بالأفكار السودانية. ولما خشيت السعودية طبعا أنا لا أفقه حاجة فيها يعني، وما حبيت أنه ذاته أخش في مجالات بالشكل ده. فاتجهنا برضو للعمل الدولي، الكاركتير الدولي اللي هو الأمم المتحدة، المشاكل في القرن الإفريقي، المشاكل في مجلس الأمن المهم. وبرضو الكلام ده قلناه. والغريب أنا كلمت الزبير قلت له بالمناسبة أنتو لما كان بيتكلم معي بشان الحلقة دي التحضير، إنه في حاجات هتتكرر يعني في كل القنوات أنا بكررها، لدرجة إنه أنا بحتزل للمشاهدين يعني. فقلت لي جيب حاجات جديدة، يتكلموا عن الكورة، يتكلموا احنا عاوزين نتكلم بس عن الكورة، الفن، يتكلموا عن أي احنا حاجة، احنا عاوزين نتكلم معاك لكن عن الكورة. أسعى التجربة بتاعتك بتاعت السعودية دي كررناها، التجربة بتاعت إنك بديت وين دي برضو كررناها. احنا عاوزين نعرف التجارب المختلفة، ممكن منظورها يكون مختلف وزواياها مختلفة، حتى الرياضة تناولها ممكن يكون مختلف من مساحة للتانية. التعصب الرياضي عنده مساحات كثيرة وتناولوها في الإعلام بصورة أكثر استفاضة، لكن الكاريكاتير برضو يعني لما نتناولها بتناولها بزواياها المختلفة، والممكن يتقبلها الجمهور بصدر رحب، رغم انه الرياضه فيها كثير من الرياضيين السودانيين بالمنتخبات المختلفه هم متعصبين لفرقهم وما بيقبلوا النقد فيها. الرياضه في حياه استاذ هاشم عن طريق الكاريكاتير، هي الرياضه في وجداننا. الرياضه اسا انا مثلا يعني ما ممكن تصنفينا اننا هلالابي ولا مريخابي، لكن عندي ميول، عندي ميول بس ما في زول بيكون عارفها. يعني بقول مثلا هلال مريخ، التعصب ده انا ما عندي. يعني مثلا هلال غلب المريخ بفتكر انه المريخ لعب كويس، مريخ الهلال غلب المريخ افتكر انه الهلال لعب كويس، خلاص مثلا انتهت. لكن مثلا التعصب دي ما عندي انا، يعني حاسه التعصب السخيف ان ما ممكن حتى في الدوريات بتاعت افريقيا دي انت ما ممكن تشجع فريق أجنبي ضد الهلال أو فريق أجنبي ضد المريخ. أنا بفتكر إن هذه عملية ما كويسة، ما وطنية. صحيح. المنتخب أساسا هو يعني تعبان، يعني هسه حتى في بتاعة الشان دي يعني حاجة سيئة جدا، في كاركترين المفروض تطلعوه أنا اللي هناك. بعدين هو برضو يعني اسمه شنو، ما هو مدرب وبرهان. أنا داير أتوقف معك في الكاريكاتير ده تحديدا، يعني بنلقى البيوت السودانية فيها كثير من التفاصيل الممكن تكون هي يعني المناقشات العادية، الراجل يقول للمرأة انت نكدية، التفاصيل بتاعت البيوت السودانية، كيف ممكن الكاريكاتير يكون هو ملطف جو لها؟ لا نحن بنعالجها كمان بحذر. طيب يعني كمان انت ما ممكن تظلم المرأة وما ممكن تظلم الرجل، لكن دائما نحن الميول بيكون على المرأة أكثر. يعني من رقتها، من إحساس المفرط، من حاجات كده، فبنعالج يعني بالصورة دي. السهيل الكاريكاتير ده هو ما بيديكي إنه أنت مركز على المرأة، هي المرأة ذات مكتوب عليها الكرة السودانية بس. زي الكاريكاتير الموجودة الآن، يعني الصينية دي مالها كل يوم ماشية ناقصة، يا ولية أنتِ مش عارفة نحن سلة غذاء العالم. أي نحن شوف نحن لازم يعني دي رسالة مبطنة، دي مو رسالة مبطنة، يعني نحن لازم نحن أقول لك نحن سلة غذاء العالم. أنت سلة غذاء العالم وليها ساعة تشحد من العالم، يعني الكلام ده ذاته ما كويس. رسالة بتوصلها من خلال كاريكاتير. من خلال كاريكاتير بسيط، الناس بيقبلوه. جميل. برضو في نواحي تانية، يعني كثير من المواقف الإنسانية الممكن تكون لاقتك في الحياة باعتبار إنك جزء من مجتمع ممكن تكون فيه الحاجات اللي بتأثر فيك تأثير إنساني وبتحزنك وغيرها من التفاصيل دي، مواقف مرت بك يا أستاذ هاشم من خلال الكاريكاتير ولا زالت حتى الآن أنت بتتذكرها وبتستحضرها وأثرت فيك تأثير عميق من خلاله وقدرت إنك توصل رسالة في صورة؟ وشوفي التأثير ده، هو التأثير ده ما يومي، هي مش مواقف، هي حياة كده. يعني أنت دائما بتتأثر بالأحداث، بتتأثر
حاجات كثيرة. يعني إنه بلدك دي أنت دايرة تكون أحسن بلد في الدنيا، بتتأثر بالحاجات السلبيات الموجودة فيها، بينما إنك أنت وطن فيه كل الإمكانيات الاقتصادية وفيه كل الإمكانيات الثقافية والفنية، وطن كبير، وطن عظيم، يعني ما ساهل، ما في حاجة بتنقصه، لا ما في حاجة بتنقصه. عشان كده أنت بتتأثر للحاجات السلبيات الموجودة دي بالذات الاقتصاد. يعني أيوة. شايفة كاريكاتير الكمية من اللوحات اللي بتتكلم عن الاقتصاد، وإنه هو الحمد لله اجتازمة حاطة الخطر بالجدول، ده كلام كاريكاتير ساير أستاذ هاشم. البوست أو الكاريكاتير الموجود معانا الحمد لله اجتاز مرحلة الخطر الاقتصاد، هو ده ذاته ما مستهبل، ده ذاته مش الطبيب، ده ذاته مستهبل، الطبيب ذاته مستهبل، ده يكون من الجماعة ذاته بتاعنا الأمراض باعتبار انه اصلا المريض بقى هيكل عظمي وما في منتهي هو. طيب خلينا نتكلم برضو عن يعني التفاصيل الكثيرة المرتبطة بأستاذ هاشم كاروري، عنده علاقة بشخصيات. نعم. والشخصيات ممكن يكون عندها برضو تأثيرها في حياتك. الأستاذ الراحل فضل الله محمد رئيس تحرير صحيفة الخرطوم يعني من أقرب رؤساء التحرير إلى قلبك، خلينا نقول عنه كلمات. شوفي فضل الله محمد دي من الشخصيات اللي هي لا تتكرر أصلا. هو طبعا كان رئيس تحريرنا في جريدة الخرطوم، زول عجيب، زول أنت بترتاح لما تكون أنت قاعد معه، زول بتحس انه هو انت صديقه الوحيد، وطبعا عنده 500 الف صديق، لكن انت بتحس بيه، بحسسك انك انت صديقه الوحيد في الدنيا دي. شخص يعني يقدرك ويحترمك بقدر يعني حروف قصائده، كانك انت حرف من حروف قصائده، كانك انت جزء من قصيده. فضل الله محمد يعني لما انت تكون معه يعني تحس بالسعادة، يعني تحس بالسعادة وتحس بالاندهاش من كلامه، من حاجاته الجميلة، وتحس انه الدقيقة يعني اقصد الساعة جنبه يعني اكثر من دقيقة، الساعة جنبه تكون اكثر من دقيقة. ولما نمشي لمثلا مؤتمرات صحفية ما نفقده، يعني وكأنه الدقيقة وانت ما في مرة ما بنقدر نطيقة. يا سلام. فضل الله شخصية ما طبيعية، شخصية لا تتكرر إطلاقا، ونحن نحبه حب شديد. آخر مرة أنا قابلته في المركز بتاع الصحافة، كان هو آخر مرة قابلته فيه، فقال لي إن شاء الله، قلت له إن شاء الله يا أستاذ نشوفك بكرة في الموعد. طبعا لا، تاني ما شفت لا الموعد ولا الشوفة، ربنا عليه ورحمة الله، عليه الرحمة والمغفرة. بالضرورة في شخصيات تانية كان عندها تأثيرها في حياتك، منو من الشخصيات التانية؟ هي من الشخصيات التانية دي نحن كنا اتكلمنا عن محجوب عبد الحفيظ، اللي هو كان عنده بروجرام أو برنامج لا يتكرر، شفتي برنامج جماهيري صلات الطيبة بالملايين، يعني ما في أي برنامج أسع أخذ محل الصلات الطيبة. يا سلام. أيوة. أنا طوالي معاه على طول، يعني ونحن بسيارته بعربيته بنحوم، حتى بعد مرات بنمشي بالليل، ذكر بيخش بيوت كده بيمشي يدوم حاجة كده ونرجع، يعني مساعدات. شكله مضمونا ومحتوى وحاجات إنسانية عميقة. هاي يعني. حاجات إنسانية. يا طبعاً الحاجات دي كلها بتجي من ناس رجال أعمال وناس ما دايرين اسمه ذات يظهر، يعني صدقة. فمحجوب عبد الحفيظ برضو من الناس اللي أنا تأثرت لوفاتهم. الغريب أنا كنت معاه يوم الثلاثاء، عشيت معاه في الشعبية، بيت متواضع. ويوم الأربع مشيت دعمشي للدكتور عمر محمود خالد بتونس معه، وكان العيادة بتاعته ملازقة بيت الأسهري قبل ما يتنقلوا
شارع الدكاترة. ده يوم الأربعاء. بعد ما انتهيت من دكتور عمر قطعت الشارع على أساس إنه مشان أجي بحري يعني البيت. واقف في المحطة يعني، فواحد قال لي يا أخي في عربية هناك بتعمل كده زي ناداك كده. مشيت لقيت هو ده محجوب عبد الحفيظ. قلت له والله أنا كنت مع الدكتور هنا وماشي، ركبت معه. هو كان في معزوم في ودن أباوي. قال لي أنا بكرة مسافر الخميس، عشان الناس ما يفتكروا إنه هو لما مشى كوستي إنه مشى يسجل مثلا حلقة، أبدا. قال لي أنا أختي دي وضعت وأنا الزول الوحيد اللي أنا ما مشيت، باركت لها هنيت وباركت لها في كوستي. ركبنا، انا قلت له انا بنزل في ساعات قشر عند واحد صاحبي كده بمشي اغني معاه شويه. مشينا اهو الفتره في ساعات قشر، نزلت في محل كاسيت مش اشترى شريط بتاع كاسيت لعثمان حسين. قال لي ده انا بكره متذكر التفاصيل زي ما هي يا استاذ. أيوة هاشم بكل تفاصيلها. أيوة. لابس يعني لابس قميص احمر كده واشترى الكاسيت دي. قال لي ده انا بسمعه في العربيه اللي هو بوكس نفس الموديل بتاع السنه اللي هو كان اهداه له الزبير محمد صالح. وقال لي تمشي معي، قلت له ما في طريقه. انا دي كانت اخر مره انت لاقيته؟ دي اخر مره شفته فيها، ثاني ما شفته. عليه الرحمة والمغفرة. يمكن كثير من الشخصيات اللي كانت موجودة في حياتك واللي كان عندها تأثيرها واللي أنت يعني ممكن تكون حتى في شخصيات تانية كتبت عنها أو حتى رسمتها لكن ما لقيتها. المعروف إنه الحريات كانت شوية مقيدة في النظام السابق، سواء كان للصحفيين للكتاب لغيره من الجهات المختلفة. أستاذ هاشم، هل لقيت مضايقات نتيجة لواحد من الكاريكاتير اللي أنت عملته ونشرته؟ شيء طبيعي. وما ده اللي بخلوك في حالك، ده اللي ضايقوك في أي شيء. لكن هو شوفي دائما الصحفي، ما أنت جندي يعني، زول يعني ما تخاف طالما إنه مهم بالفكر. أيوه. وتوقع أي شيء. ياما سألونا، ياما تكلموا معانا، ياما ضربوا لنا تلفونات، هددونا، حاجة طبيعية يعني. وانت هتعمل شنو يعني؟ وفي الآخر يعني المهم انك تؤمن بعملك وتؤمن بوطنك. تاني ما في حاجة بتخاف منها، وتتوكل على رب العزة والجلالة. تاني في شنو؟ دي أحسن رسالة ممكن أيوة توصلها. ما في حاجة تانية. والله ما كنا دعنا نخاف، أنا شخصيا ما كنت بخاف مهما كانت التهديدات. ايوه. استاذ هاشم، نحن وصلنا للختام، عاوزين نصيحه اخيره لكل الكاريكاتيريست الموجودين في السودان اللي عندهم قضايا ممكن هم يتناولوها. يعني خلينا نقول رساله من خبير لفتره زمنيه طويله وقدر انه هو يعايش مختلف الظروف والقضايا في السودان. هي رساله لاولادنا ديل، هم طبعا مثقفين وعندهم رؤيتهم الخاصة وشباب يعني، حتى هم يعني من صناع الثورة ذاتها الشبابية. وأنا بقول إنه الشباب اللي هم صنعوا ثورة الثورة دي هم ده الجيل ده أحسن جيل مر على السودان. لا تقول لي ثورة أكتوبر وثورة مدري إيش وبتاع، ديلك ما صمدوا، لكن دي صمدوا و ضحوا، واحد ضحي بروحه. فهو ده الجيل الوحيد عملوا بقضيتهم وقدروا اي مؤمن بقضيتهم. بعدين ده الجيل الوحيد اللي حيبني السودان واللي حتكون على يده، ما فيش تاني انقلاب عسكري نهائي. نتمنى الرسالة هي تصل لكل ونحن ما تكلمنا عن احنا في حاجات كثيره ما تكلمنا عنها، لكن الزمن ما اسعفنا يا استاذ هاشم. أيوه. نتمناك ان شاء الله معانا إن شاء في مساحات كثيره قادمه في لا هو مش متكلمنا وكت. يعني هو سأل نحن زي تونسنا
هي حالاتها في انه احنا ما هي نتونس يعني. احنا حالاتها في انه نتونس والمشاهد استمتع معنا بالمساحه. احنا سعدنا بك جدا وسعدنا اكثر بالونسه معك، غير ان خلينا ما نقول كلام، هي ونسه وحوار وذكريات وتفاصيل كثيره شديد استفدنا منك فيها، وكمان استمتعنا واستمتع المشاهد من خلال كثير من التفاصيل الموجوده للكاريكاتير. والله احنا سعدنا بك جدا استاذ هاشم الكاروري.